تركيا في دقيقة. أكد إسماعيل ديمير رئيس هيئة صناعة الدفاع التركية توقيع بلاده 100 اتفاق في المجال مع 80 دولة خلال معرض صناعات الدفاع الذي اختتم فعالياته اليوم في إسطنبول. الرئيس أردوغان يؤكد أن حكومته لن تسمح باستغلال قضية اللاجئين لإشعال حرب أهلية في البلاد، وأنها ستتعامل بكل قوة مع من يخالف القوانين. شركة الحرير لصناعة خطوط الإنتاج الغذائية والكيميائية وأنظمة التعبئة والتغليف الحديث. أشار الرئيس أردوغان إلى إمكانية تواصل أنقرة مع الحكومة التي ستشكلها حركة طالبان في أفغانستان بغية تحقيق الأمن والاستقرار في ذلك البلد. تمكنت شركة تركية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية من تطوير نظام مجهز بتقنية متكاملة قابلة للارتداء، من شأنه أن يزيد من كفاءة أفراد قوات الأمن والجيش وإمكانية أدائهم للمهام العملياتية والعسكرية في أحلك الظروف. تركيا في دقيقة.